بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، روى الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. في بعض الروايات قدم الصيام عن الحج، وفي بعضها قدم الحج عن الصيام. المهم أن هذه هي أركان الإسلام التي يقوم عليها الدين، وهو الركن الأصيل لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى هذا الركن تقوم باقي الأركان: الصلاة والزكاة والصيام والحج.